اهلا بحضراتكم من جديد وترند الاهلي ونشوف المحتوى اللي موجود في السوشيال ميديا. اول حاجه مع بعض مجلس ابو ظبي الرياضي من خلال الاكونت الرسمي والحساب الرسمي ليه على تويتر اعلن نفاذ 85% من تذاكر لقاء السوبر المصري كاس السوبر ما بين الزمالك والاهلي الذي سيقام في استاد هزاع بن زايد في اماره العين يوم الجمعه 28 اكتوبر 2022. سارعوا بحجز تذاكركم عبر الرابط التالي اللي قدامكم على الشاشه. وخلاص احنا بنتكلم ان 85% يعني اجزاء بسيطه جدا من مساحه ملعب هزاع بن زايد. يمكن انا واثق مليون في الميه من قبل ما اشوف صوره الملعب المساحه المخصصه للاهلي اذا تبقى فيها عدد اعتقد لن يزيد يعني عن 5% او 10% من المساحه المخصصه لجماهير النادي الاهلي. كلنا عارفين ان جماهير الاهلي دائما وابدا بتحجز في وقت قياسي وبتخلص كل المساحه المحدده ليها. وانا واثق كمان ان الثالثه شمال انتهى الحجز فيها منذ فتره طويله بعد فتح الحجز بساعات قليله جدا بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. لكن خلاص النهارده بنتكلم في 11 اكتوبر يعني بعد اقل من 17 يوم لقاء السوبر في ملعب هزاع بن زايد الملعب اللي وش السعد على الاهلاويه في العديد من المناسبات في الفتره السابقه. طيب حساب اليوم السابع والصفحه الرسميه لليوم السابع على الفيسبوك كتبوا إن الأهلي بيطلب زيادة عدد جماهيره في لقاء العودة أمام الاتحاد المنستيري. يرغب الأهلي في الحصول على الموافقات اللازمة لحضور الساعة الكاملة لاستاد الأهلي والسلام حوالي 22 ألف مشجع من أجل مؤازرة الفريق. مسؤولي النادي الأهلي بيترقبوا الموقف النهائي من تحديد العدد النهائي من خلال اجتماع الأمن اللي هيتم خلال الساعات اللي جاية قبل طرح التذاكر بإذن الله خلال ال 48 ساعة اللي جاية من خلال السيستم تذكرت. كلكم عارفين حجز التذاكر بيتم ازاي اونلاين في الفترة الأخيرة. المعلومات اللي عندي إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خلاص فتح مسألة الساعة المحددة بالنسبة للملاعب. فكرة أصل أنت تبعت لي عايز 50% أو 75% الموضوع ده اتلغى. الاتحاد الإفريقي لو أنت عايز الساعة الكاملة هو ما عندوش مشكلة بشرط إن يكون أنت عندك الموافقات الأمنية والموافقات الصحية عشان الجمهور يحضر كامل العدد في ملعب الاهلي والسلام. اذا لو عايز تحضر 22000 الاتحاد الافريقي ما عندوش ادنى مشكله في الساعه الكامله لكل الملاعب بدءا من مسابقات الافريقيه خلال هذا العام وخلال الاعوام القادمه. طيب نروح كمان لحساب كوره 11 وحساب كوره 11 على تويتر كتبوا الساحر البرازيلي يخطف مكان افشه في الاهلي. صاحب القضيه مهدد بملازمه الدكه لكتيبه مارسيل كولر بعد نجاح ثنائيه برونو والسوليه. الكلام ده سابق لاوانه. والمعلومه اللي عايز اقولها للناس في كوره 11 على فكره يعني مارسيل كولر ما عندوش لعيب اساسي واحتياطي. ولو تعرفوا ان في الكواليس الراجل بعد ماتش الذهاب مع اتحاد المانشستري في اوضه اللبس قال لهم المكسب كويس وكل حاجه بس مش معنى النهارده ان احنا كسبنا والمجموعه دي معايا هي اللي هتبدا معايا ماتش العوده. التشكيله الاساسيه مش حكر على حد. وبالتالي فكره انك تبني فكره ان قفشه على الدكه ومش هيلعب دي وجهة نظر شخصية بعيدة تماما عن المعلومات والكواليس اللي بتتم داخل الغرف المغلقة. الراجل ما عندوش لعيب أساسي ولاعب احتياطي. اللي هيجيد في التدريبات هيكون في التشكيلة الأساسية حتى لو ما لعبش لقاء الذهاب ممكن يبدأ لقاء العودة. حساب يلا كورة وحساب يلا كورة على تويتر نشروا تصريحات لداركو نوفيتش المدير الفني للاتحاد المانشستيري واللي قال فيها الأهلي هو الفريق الأكبر في إفريقيا والسولية وديانج يمثلان ثنائية قوية في خط وسط الأهلي وأعلم أن هذا الثنائي هو الأفضل في أفريقيا. هو داركو نوفيتش لعب مع الأهلي في أكتر من مناسبة مباراة وفاق الصيف العام الماضي مباراة اتحاد المنستيري والأهلي وعارف إمكانيات لعيبة الأهلي لكن إن شاء الله بإذن الله تكون اللعيبة في الموعد. وأي تصريحات بالتأكيد ما بنحطهاش في بالنا وعارفين قوة اتحاد المنستيري ممكن ما كانش موفق في اللقاء الأول لكن فريق قوي لازم نعمل له ألف حساب في لقاء العودة. حساب بطولات وتصريح مهم جدا لبن حتيرة لاعب مهم جدا في فريق اتحاد المانشستيري ويمكن شارك في الجزء الاخير من لقاء الذهاب. هو في تصريحات لبطولات قال ايه هدف الاهلي مؤلم جدا وحلم التاهل للاتحاد المانشستيري لم ينتهي بعد. اكيد لسه الحلم لم ينتهي لكن طبعا باذن الله الاهلي قادر على يعني كسر هذا الحلم والتاهل من لقاء العوده لكن هدف الاهلي مؤلم. كلنا عارفين اهداف الاهلي في الانديه التونسيه في اللحظات القاتله مدى تاثيرها على الجماهير الكرة التونسية. يمكن بطولات كتير جدا ضاعت من الفرق التونسية بسبب الأهلي وده لقيمة ومكانة الأهلي وشعبيته في القارة الإفريقية. لكن هو قال كمان حاجة مهمة جدا قال ما شاركتش من البداية لأن كان عندي إصابة في الأسابيع القليلة الماضية
ولعبت كبديل، لكن في لقاء العودة جاهز ان انا ابدأ من اول اللقاء. سألوه على عندك امل ان يكون في فرصة للتأهل؟ قال لماذا لا، بالتأكيد المهمة هتكون صعبة لكن بنحتاج ان احنا نسجل في لقاء العودة. وهي الفكرة طول ما النتيجة سلبية هبقى قلقان، لان الاهلي لما يتقدم بهدف اعتقد يعني فرص فريق الاتحاد المانشستري بتتضاءل بعد هدف الاهلي الاول، لان متسيطر وهيكون محتاج يكون محتاج هدفين او ثلاثه على الاقل عشان يضمن تاهله، ده هيبقى صعب. لكن مهم جدا نحرز هدف في بدايه اللقاء عشان نقتل اي حلم للمنافس في لقاء العوده. الوطن الرياضي بيتكلم على القيمه التسويقيه بالنسبه لمسابقه الدوري هذا الموسم. حساب الوطن سبورت على الفيسبوك قالوا ان الاهلي الاعلى في القيمه التسويقيه هذا الموسم بالدوري. قدامنا طبعا القيمه التسويقيه، الاهلي 28 و 53 مليون، يعني 28 مليون و 530 ألف، ده من خلال موقع ترانسفير ماركت. بيراميدز 17 مليون و 400 ألف، ونادي الزمالك 22 مليون. إذن الأهلي في المقدمة، يليه الزمالك ثم بيراميدز. طبعا بنتكلم في 28 مليون دولار يعني مش مليون جنيه أكيد. حساب يلا كورة وتصريحات للعربي بدر، انتقلت للطلائع بحثا عن المشاركة ويتبقى ثلاث مواسم في عقدي مع الأهلي. هو تم إعارته للطلائع لمدة موسم مع عدم وجود نية للبيع، وباقي في عقد العربي بدري مع الأهلي ثلاث مواسم أخرى، وفضل الخروج للإعارة عشان يشارك وتكون عنده فرصة للمشاركة. وصفقة انتقاله وطلائع الجيش تمت في اليوم الأخير من القيد، وبالتأكيد نتمنى التوفيق للعربي بدر فرصة بعد ما يشارك مع طلائع الجيش يرجع ويكون استعد جزء كبير من مستواه، ونشوفه في التشكيلة السنة إنه أحد اللعيبة الواعدة اللي الأهلي بينتظرها في السنوات القادمة. نروح كمان لكورة بلس، والنهارده كانت في مباراة مهمة جدا لفريق كرة السلة في النادي الأهلي. حساب كورة بلس على الفيسبوك واللي قال الأهلي يتأهل لدور الثمانية من البطولة العربية للأندية للسلة بعد الفوز على أهلي حلب السوري بنتيجة 87-76، يعني بنتكلم في ما يقرب من 11 باسكت فرق ما بين الأهلي مع أهلي حلب السوري. الأهلي كده بينتظر الفائز في دور الثمانية ما بين الجهراء الكويتي مع البشائر العماني، وان شاء الله الفريق بيخطو خطوات ثابته للوصول للنهائي والحفاظ على اللقب اللي حققه العام الماضي والبطوله اللي اتلعبت في الاسكندريه. حساب في الجول واخر حاجه معايا، وحساب في الجول على تويتر، ومن كره السله لكره اليد، نشروا جدول مواعيد مباريات سوبر جلوب لكره اليد. الاهلي هيلعب المباراه الافتتاحيه ضد مضر السعودي، وبعد كده هيلعب المباراه الثانيه ضد بنفيكا يوم 20 اكتوبر. قدامكم جدول المباريات بخصوص الأمور الخاصة بسوبر جلوب في السعودية. دي كانت أبرز الأخبار الموجودة في ترند الأهلي.